احنا مثل ما عودناكم مشاهدي الكرام، احنا اليوم موجودين في نادي جميل جدا، نادي مميز وهو نادي البر لكبار السن التي قامت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط بافتتاحها قبل يومين. هذا النادي ما شاء الله نادي مميز وشيء في اشياء ما شاء الله جميلة جدا، راح اتكلم عنها مع الاستاذ اماني الطبطبائي مدير ادارة المسنين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. استاذ اماني صباحك الله بالخير ويعطيك العافية. هلا صباحك الله بالنور، حياكم الله صباح الخير. نقول لكم مبروكين على هذا النادي ولكل كبار السن ما شاء الله. ودنا نتكلم عن هذا النادي، فعاليات هذا النادي، الأشياء اللي موجودة داخل هذا النادي. بسم الله الرحمن الرحيم، بحمد الله تم افتتاح أول نادي لكبار السن في دولة الكويت، وهذا يعتبر نجاح لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد صدور قانون المسنين رقم 18/2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين. يعتبر هذا النادي بمثابة مقر أو رعاية نهارية لكبار السن، يكون فيه الكثير من الورش الحرفية للرجال والنساء، من هذه الورش السدو والخوص والخزف والفخار وعمل مسابيح للرجال والكروشيه للنساء. وكذلك عندنا اللي هو المقهى الشعبي. المقهى الشعبي عبارة عن جلسة اجتماعية ودية بين كبار السن سواء كان الرجال أو النساء. كذلك عندنا الرعاية الصحية لكبار السن وهو علاج طبيعي في الرعاية النهارية من الساعة 9 إلى الساعة 12 صباحا. اللي مثلا استاذ أماني بي مثلا بي مع بي مثلا مع ولده أو ما بي مثلا المسنة مع 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 أمها مثلا، هل في مجال مثلا يقعدون معاهم يتمون معاهم مثلا يوم ممتع خاصة في يوم لكم للرجال ويوم للنساء؟ نعم، احنا حرصنا ان يكون هناك مرافق للمسن نسميه صديق المسن، سواء كان ولده بنته جنتهم جارتهم او ان الممرض الخاص فيه، يتمتع بجميع مزايا النادي المتواجدة في المقر. كذلك نشجع الشباب المتطوعين، يعني إذا كان عنده مثلا أحد من كبار السن يعرف أنه هو إيه وشاركه في هذا النادي. نعم، يعني في مجال الساعة كم افتتاح مثلا النادي؟ الساعة كم مثلا يقدر واحد يفتتح هذا النادي؟ احنا نشوف ما شاء الله نشوف في شغلات وايد حلوة، شغلات وايد مميزة. النادي مفتوح يوميا من الساعة 9 إلى الساعة 12 ظهرا، عندنا يومين للرجال ويومين للنساء، 2 و4 للرجال و3 و5 للنساء، حياهم الله في هذه الأوقات. القدرة الاستيعابية لهذا النادي؟ بحمد الله القدرة الاستيعابية يسع إلى 64 مسن ومسنة في الشهر. يعني هذا أول نادي بالكويت لكبار السن اللي هو موجود في محافظة مبارك الكبير. يمكن البعض ما يعرف مثلا موقع، وده حتى نوضح الموقع لهذا المكان. نعم، الأمانة يعني هذا الافتتاح هو بالتعاون مع الجمعية الكويتية للعلوم الإسلامية، جزاهم الله خير، هم ساندونا في افتتاح هذا الفرع. وبالأساس تم افتتاح هذا في هذا المكان بالذات كون أن قسم الخدمة المتنقلة للمسنين محافظة مبارك الكبير يتمتع بمساحة كبيرة. نعم، يعني يقدر مثلا المتطوعين، اذا مثلا متطوعين يقدر عندكم مثلا هني، اذا عنده بعض المشغولات القديمه الشغلات القديمه الشغلات التراثيه يقدر يشارك معاكم في هذا النادي؟ والله نتمنى يعني اي احد عنده حرفه يدويه او حرفه تراثيه قديمه انه يشارك كبار السن ابانا وامهاتنا بهذه الحرف ويرجعهم للماضي الحلو اللي هم عايشينه. ما شاء الله، يعني استاذ اماني انه ما شاء الله هالخزف اللي موجود وهالشغلات اللي موجوده وهالقراقير وهالمسابيح اللي موجوده والصناديق هالمبيته اللي موجوده، هذه شغلات وايد حلوة والدهنة بعد موجودة هناك، القهوة الشعبية. اي نعم، والله احنا حرصنا صراحة انه يكون هذا المكان متنفه لكبار السن ومكان ترفيهي لهم. نشوف شنو الاشياء اللي يحتاجون، يعني احنا يعني بالمستقبل احنا ودنا نكبر هالمكان هذا وانه يكون في مكان افضل ويكون في ورش اكثر بالامور اللي يحتاجونها هم كبار السن، يعني هم يعطونا خبراتهم في هذا المجال. الله يعطيك العافية السادة أماني الطبطبائي مدير إدارة المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. لكن احنا ودنا نروح لضيفتنا الأخرى الأستاذة وفاء السجاري عضو الجمعية الكويتية للعلوم للعلوم الإسلامية. السادة وفاء صباحك الله بخير ويعطيك العافية، واحنا ودنا يعني كونك أنت في هذه الجمعية ودنا نعرف يعني الخطة المستقبلية لكم إن شاء الله ما دام أنتم مشاركين في هذا النادي.
حياك الله اخوي، صبحك الله بالنور ومساء صبح عليكم. احنا والله الخطه المستقبليه نتمناها ان شاء الله، يعني اللي قاعد ننظر فيها من بعد 3 أشهر ان شاء الله مع سريان عمل النادي، فنتمنى ان شاء الله تكون في المحافظات الاخرى في الكويت، يعني في الجهره في الحوالي، نتمنى كل مكان، يعني على اساس لا يصير عندهم العنوه مثلا كل مكان في المنطقه تخدمها، يعني هذا اللي نتمناه، يعني بس نتمنى ان احنا نوفر كل الخدمات حق المسنين. نعم. استاذ وفاء السجاري، انت عضو الجمعيه الكويتيه للعلوم الاسلاميه، يعني هذا النادي اللي انتم عملتوه لاول مره بالكويت ما شاء الله، يعني الفكره كانت وايد حلوه. والله الفكره هذه طبعا احنا كنا نتمناها، وهي اصلا هي فكره عالميه على مستوى العالم في كل دوله، يعني نفس الشيء لان كان هم نفس يعني احنا كنا نطرح يعني نطمح ان احنا نكون يعني نسوي رحلات خارجيه مثل العالم الخارجي، مثل الحين فرنسا توها مسويه ماخذينهم رحله برا يعني في الحدائق، فنتمنى احنا ما نكون بس محدودين في مكان معين، يعني نطمح مثلا ان شاء الله، يعني اطمح كفكره مستقبليه ان شاء الله نسويها على شارع الخليج، نسويها مثلا عندهم رحله، نسوي مثلا عندنا كالنادي اللي ان شاء الله المستقبل الجاي نبي نسوي ورش، نبي نسوي اسواق شعبيه، يعني المكان يلم المسن انه بعضهم ما يقدر يروح يترحل في جميع الاشياء الترويحيه في البلد، فهذا المكان يكون في جميع الاشياء الترويحيه والترفيهيه. استاذ وفاء السجاري، عضو الجمعيه الكويتيه للعلوم الاسلاميه، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. ننتقل الى وفاتها الاخرى، يعني احنا ما شاء الله اليوم ضيوفنا كثيرين جدا في هذا النادي، المهندس عواطف السلمان مؤسس البرنامج للبناء الاسري والتدريب والتطوير ولخدمه فئات الرعايه الاجتماعيه، يعطيك العافيه مهندسه، صبحك الله بالخير. احنا ما شاء الله نشوف هالنادي الجميل الحلو ونشوف ما شاء الله الشغلات الحلوه، كانت يعني فكره جدا جميله. بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالنور، حياكم الله. طبعا تم الحمد لله سبحانه وتعالى احنا فتحنا نادي البر لكبار السن بمشاركه مجتمعيه بين الجمعيه الكويتيه للعلوم الاسلاميه ووزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، متمثله في اداره رعايه المسنين ومتمثله في قسم خدمه مبارك الكبير. تم اختيار هذا القسم بالذات بسبب وجود رواد لهذا المكان من المسنين والمسنات من 14 سنه طافت. المسنين والمسنات اللي موجودين في هالمكان كانوا يجون اول شيء حق العياده الصحيه، فتم تفعيل النادي لهم في هذا المقر لتواجدهم هني. طبعا متواجدين اكثر من 300 مسن، لكن مبدئيا الطاقه الاستيعابيه راح تكون للنادي للنساء وللرجال، عندنا 4 ورش للنساء و4 ورش للرجال. اسبوعيا راح يتم استقبال 8 مسنات 8 مسنين، بس فقط 8 بثمانية لان كل ورشه يلا تستقبل 2 من المسنين، مراعاه طبعا لصحتهم، كبر عمرهم، رغبتهم في الورشه، يتم تدويرهم اسبوعيا 8 بثمانية بثمانية بثمانية، فيصير الطاقه الاستيعابيه 32 للرجال و32 للنساء، يعني شهريا 64 مسن ومسنة يتم استقبالهم في هذا النادي ما شاء الله. طبعا الشكر موصول اولا حق منه وحق اصحاب هذا القسم اللي هم متمثل في رئيسه القسم استاذه فضيله عوض وموظفاتها، لانهم راح يتحملون عبء المسؤوليه الاداريه والاشرافيه على تواجد المسنين في هذا النادي، وراح يعطونا طبعا يزودونا في جميع متطلباتهم، احصائيه عدد حضورهم، في رغبتهم في تغيير الورش مثلا، في كل ما يحتاجونه. استاذه انا اشوف ما شاء الله قسم، يعني قسم ورشه الخياطه والكروشيه، يعني هذه ما شاء الله الورشة النسائية، يعني كان اختيار جدا جميل. طبعا ليش اخترنا الورش الخفيفة اللي هي ورشة الكروشيه، ورشة العطور والبخور، ورشة الأشغال اليدوية البسيطة اللي هي الشموع، ليش؟ لأن احنا قاعد نراعي شنو؟ قاعد نراعي صحتهم ونراعي كبر سنهم، في ان مقدرتهم بالضبط على الورش هذه راح تكون افضل من مقدرتهم على ورش اخرى. نعم. عندنا ايضا اخترنا ورشه الحياكه والسدو لشنو؟ اللي طبعا عشان نرجعهم الى الماضي القديم. نعم. ماضيهم القديم اللي يحبون يتذكرونه دائما، لان المسن يحب يسترجع الذكريات القديمة، فكانت الورش اللي هي الخياطة، الكروشيه، السدو، العطور والبخور، يعني المسنة لما نتي راح تاخذ لها العطر، يعني ما شاء الله تلقى لها كل شيء موجود فيها في هذا. والله الصراحة السادة يعني مهندسة وفاء، مهندسة عواطف السلمان، يعطيكم العافية وعساكم على قوة ومجهود طيب، يمكن ان انتم ما شاء الله قاعدين فيه.